فضلت موائد الرحمن تتطور على مر العصور لحد ما بقى ليها الأشكال المعاصرة اللي احنا بنشوفها، سواء على شكل صوان أو شكل المائدة نفسها. وكمان ما بقتش مقتصرة على الحكام أو الأعيان، يعني أي شخص مقتدر إن هو يعمل مائدة رحمن سواء في حتة واسعة عنده أرض فاضية أو تحت عمارته، بنلاقي إنه في صوان منصوب وبتبقى ترابيزة، وطبعا عشان الناس ما تبقاش ما تشوفها وهم بياكلوا. موائد الرحمن كنا بنشوفها على بعد كام متر من العمارات، ناس كتيرة أهل الخير كتير قوي بيحبوا يعملوا موائد الرحمن. يمكن موائد الرحمن المعاصره ما بيبقاش فيها اصناف كتيره من الاكل، ممكن يبقى صنف او صنفين بكتير، لكن القيمه مش في الاصناف اللي بتتقدم على موائد الرحمن. صحيح. على قد ما هو الخير اللي بيتقدم للناس الغير مقتدره على ان هي تقدر توفر لنفسها وجبه الافطار. يمكن كمان على مدار السنين اللي فاتت طبعا مائده الرحمن مرت بكل عصر واتسمت بصفات العصر اللي كان موجود في مصر. يمكن موائد الرحمن في الاساس مش هنقول ان هي بشكل موائد الرحمن هي مصريه في الأساس، لكن طبعا كان في مفاهيم قديمة زي مفهوم التكية وغيره للناس أو السبيل أو غيره. بنشوف الفترة الأخيرة آخر كام سنة أشكال بقى مختلفة في العصر الجديد ده لموائد الرحمن. بنلاقي كمان إخواتنا الأقباط بيعملوا موائد رحمن، بنلاقي أصحاب المحلات التجارية بدأوا يعملوا. في مصر هنا مفيش شارع ما تلاقيش فيه مائدة رحمن، لكن بسبب الظروف اللي احنا بنمر بيها الفترة دي بنلاقي يمكن موضوع موائد الرحمن هيتعارض شوية مع طرق وأساليب الوقاية اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها. ويمكن كمان في تصريحات كتير قالت ان هو يا جماعة خلونا نتكلم تحديدا من التحذيرات اللي صدرت من الدكتورة داليا سمهوري مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية في منظمة الصحة العالمية لكل الدول العربية والإسلامية، اللي قالت المفروض عندها الدول دي عندها عاداتها وتقاليدها في شهر رمضان، ودعتهم انهم يطبقوا التباعد الاجتماعي في خلال الشهر كله، وكانت على رأسها موائد الرحمن، فبالتالي السنة دي مفيش مائدة رحمن.